موقع لينا نيوز هيكون له لقاءات وانترفيوهات مع شخصيات بارزة، واليوم نقينا شخصية مميزة محتار لها نشاطات وبرز اسمها ولمع بالشأن العام. أكيد حتعرفوها وحتحبوها كتير. هيدا أول لقاء لموقع لينا نيوز وحيكون مع هالشخصية البارزة المميزة. تخرجت بكالوريوس بعلوم الحاسوب من الجامعة الأمريكية ببيروت، ولكن عشقة لبيروت ومحبتها لإلها جعلتها تكرس مسيرتها بالعمل العام الاجتماعي والبلدي والسياسي. كان هدفها الأساسي بكل أعمالها عمل الخير للمجتمع بكافة جوانبه وتحفيز الفرد على رفع الوعي الاجتماعي لإلها. هي هدى قصتها قصص اللي ارتبط اسمها والدول مع سعادة النائب فؤاد مخزومي، حيث استمرت بالعمل مع مجموعة مخزومي مدة 22 سنة، وكانت المدير التنفيذي لمنتدى الوطني للحوار من سنة 2004، ونائب رئيس لشؤون المسؤولية الاجتماعية بمجموعة المستقبل لصناعة الأنابيب من سنة 2014 بالإمارات العربية المتحدة، وشغلت سابقا منصب مدير إداري بمجموعة المستقبل بين 2008 و2010، ومدير البرامج والمراكز المدنية بمؤسسة مخزومة بين سنة 97 و2004، ومدير نظم المعلومات الإدارية بأوجه لبنان من سنة 92 لسنة 97. اليوم مدام هدى هي عضو بالمجلس البلدي لبلدية بيروت، وبعد 22 سنة من الخبرة المسألة بالشأن العام ومؤخرة خوض مهام رئيس الحملة الانتخابية لسعادة النائب فؤاد مخزومي، وبعد تقديم الاستقالة بمجموعة مخزومي، وين مدام هدى؟ الناس كلها عم تتساءل. مدام هدى أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك حبيبتي. الناس كلها عم تسأل وين مدام هدى اليوم، وشو سبب تركها لمؤسسة مخزومي أو ترك سعادة النائب فؤاد مخزومي؟ هل كان في خلاف؟ هيدا الناس عم تسأله كتير، سؤال عم يتداول بشكل كتير كبير، وهيدا كان السبب الرئيسي للقائنا لإلك لحتى نضوي إنه أكيد أنا بعتقد إنه ما في خلافات، ولنضوي إنه مدام هدى باقية وحتستمر بنشاطاتها المعهودة وبجهودها اللي متميزة ولمع اسمك، لأنه أنت حدا مميز. مرسي حبيبتي، ثانك يو، ومرسي على هاللقاء الحلو، وموفقة بلينا نيوز إن شاء الله. مثل ما قلتي، أكيد ما في شيء بالدنيا كلها أساساً بيستاهل يصير في أي خلاف بأي شكل من الأشكال أساساً، وفي أشياء إلى وقتها، يعني في أشياء بيخلص وقتها، وفي مرحلة كنت فيها بمجموعة مخزومي، كنا عم نشتغل على بروجي، وبعتقد نجحنا بهذا البروجي لأنه توج بوصول سعادة النائب للبرلمان، وخلص هيدي المرحلة، وهلأ لازم يعني عطول كتير حلو أنه الواحد يغير، كتير حلو أنه الواحد يطلع على شيء جديد، خاصة لما يمكن يصير في بركة تتغير وجهات النظر، أو بركة يصير في رؤية معينة لبعض الأمور مختلفة عن الأشياء اللي الماضية. فأنا حدا بتطلع هيك لقدام، وحدا بتمنى الخير لكل العالم اللي كل الوقت اشتغلت معهم، وبتمنى أنه الأشياء يعني ما في شيء بيتغير بالمطلق كمبدأ، وكمحبتنا مثلا لبيروت، كمحبتنا للتغيير بلبنان. يعني نحن أشخاص مؤمنين أنه لازم يصير في شيء يتغير بلبنان، هيدا الأوبجكتيف أو هيدا الهدف حياته ما حيتغير، الطرق تختلف. من هيك أنا حبيت هلأ على عمر 48 أنه بلش my own business، شيء لإلي أنا ومجموعة من الأشخاص اللي كمان بيأمنوا بنفس المبادئ اللي أنا بأمن فيها، صحيح، واللي كلنا منحب لبنان ومنحب بيروت. يمكن عنا فرص انه نكون عايشين برا، عنا فرص نعمل شيء تاني، بس
كيف ما برمنا منرجع من نشتغل على هذا الأساس ومن خلال شيء منحبه. أنا بتعرفيني بتعرفي شغفي بالناس، أنا بحب الناس وبحب إنه أتعاطى معهم، بحب أدرس شخصياتهم ونفسياتهم وغيرها. من هيك أسست شركة هي مثل شركة مدنية، هي في The Pulse وفي Wings، شركتين هن، واحدة بتعنى بالأشخاص كأفراد وبتنمية قدراتهم ومهاراتهم الذاتية بالشي اللي ما بنتعلمه لا بمدرسة ولا بجامعة، يعني بشي مثل الحياة لايف كوتشينج، شي الاكسبيرينس اللي على الأرض بالشغل. احنا لما بنكون بدنا ندرس بالأكاديمية بالجامعة أو هيك ما بنقدر نتعلمها، بنجي بنصدم بالحياة المهنية. صح، هيدا البارت الحياة المهنية وكيف الناس بدها تتعاطى بالشغل، هيدا اللي يمكن البارت اللي بتعلمين عليه. صح، اللي هو يعني ما في جامعة وما في مدرسة بتعلمه، في ناس عندها بي اتش دي، في ناس عندها شغل كتير كبير، بس إذا بتقعدي معها ما بتحسي حالك، يعني لا بتقدر توصل لك الرسالة أو لا بتقدر يعني تعبر عن نفسها بالشكل المطلوب، هي ما بتكون مرتاحة مع حالها، هي ما بتكون سعيدة مع حالها. نحن بهمنا الإنسان من جوا أنه هو يكون متجانس مع حاله، يكون في هارموني بين كل شيء الله عطانا إياه، ويكون يطلع أحسن ما عنده. أنا من الأشخاص اللي بآمن أنه، وبتعرفي هالشي أنت، أنه بآمن أنه كل حدا جواته في شيء، في يعني في شيء كتير قوي وكتير مهم وكتير أكبر مما هو مفكر. ف وينجز هدفها أنه تطلع هيدا الشيء، وكل واحد يتعرف على حاله مظبوط ويكون عنده يتمكن تماما من هيدي القدرة تبعيته ويطلع على برا. من هون بيجي بعدين بتصير نحكي على مجموعة مش بقى على شخص واحد، وهالمجموعات لما يمكن تتنظم أو تتكودر أو غيرها تقدر تعمل التغيير اللي بدنا إياه ونطمح فيه. في كمان جمعية اللي هي بيروتوبيا، اللي اليوم من وراء ظروف الأحداث اللي صارت، أي صح، هيدا اللوجو اللي هو فرضت حالة، يمكن أنا كنت عم بشتغل عليهم هيدول، وبسبب الانفجار او التفجير اللي فجرونا اياه لقينا لحالة لقينا الناس اساسا، الناس صارت يعني تتصل فيه تلفن لي بدنا نطوع معك، بدنا نقدم مساعدات، بدنا نعطي من خلالك whatever. فطبعا وانا كمان بحكم شغلي بالبلدية بيروتوبيا اطلقت لحالة، والهدف انه هالاشخاص اللي من خلال وينجز بتتقوى وبتمكن حالها وبتكتشف القائد الداخلي اللي جواتها، بتكتشف الانسان الحقيقي، يعني الشيء اللي الله اعطانا هالقوه وهالقدره انه يكون عنا نطلعه. من خلال بيروتوبيا بصير في هالعمل الجماعي المجتمعي، هالمشاركة المجتمعية، بصير في إضاءة على ضد الفساد، على الحوكمة، على الأشياء اللي لازم بهالبلد تكون. ونوصل للشركة الثانية اللي خبرتك عنها اللي هي The Pulse. The Pulse يعني النبض، اللي هو نبض الشارع، واللي هي شركة للاستشارات بالشأن العام. هاي خبرتي خلال 28 سنة اللي مضيت، استشارات بالشأن العام من خلال خط استراتيجيات سياسية، من خلال إدارة حملات انتخابية، من خلال بولز أو إحصاءات لاستطلاعات للرأي العام، من خلال دراسات بتخلي يعني الاشياء اللي لها علاقة بالشأن العام بتضوي عليها، كمان من خلال تدريب لعاملين بالقطاع العام وبالشأن العام، يعني عدة امور لحتى نقدر نكودر هالمجموعات ونقدر نوصل لمحل يصير فيه التغيير اللي مطلوب. يعني التغيير اوكي، فينا نكون عنا ثورة ونكون عنا تعبير كتير صادق ويكون عنا نوايا كتير حلوة، بس إذا ما تنظمت ما بنقدر نوصل للشيء اللي بدنا نوصل له. فهاي الشركة هي للاستشارات للشأن العام، لأي حدا لأي مجموعة بدها بحاجة لهيدي الاستشارات بنقدم لها إياها، لأي أشخاص
بحبوا يخوضوا تجارب انتخابية بجمعيات، بنقابات، بمجالس بلدية، بمجالس نيابية، بأي شيء من بالشأن العام. نحن بنهتم بهذا الموضوع وعم نعمل هلأ مثل في عنا كونسلتنتس أجانب من برا متخصصين بهذا الاختصاص كمان. في عنا ناس بيشتغلوا بالداتا اناليسز والاناليتكس، يعني البزنس اناليتكس والبيج داتا، لحتى نقدر نحلل بعض الداتا وهيدا تساعد بهذا الشغل. يعني هذا بارت كنت عم تشتغليه، هلا انا بعرفي شخصيا، الناس ما حتصدق انه انا ما بعرفي، فالاكسبيرينس اللي كنت عم تشتغليها عند اللي انت عم تحطيها عند سعاده النائب فؤاد مخزومي كله اشتغلتي، يعني كنت عم تعملي تدريبات لمجموعه من البنات بالمكتب كله بالحزب الحوار لنقول، كنت كمان عم تعملي كالحمله الانتخابيه، يعني كله تكمله لشغلي، وهيدا كنت انت رائده فيه، وبعد في مجالات كثير كنت عندي جهودات كثير قويه واستفدنا كثير واخذت منك كثير خبره قويه، وانا اخذت من الكل كمان، وانا اخذت من هيدي الانفايرمنت ومن هيدي الظروف اللي ساعدتني انا كمان اعرف اكثر، لانه هو عمل مشترك اخره النهار، وهو نجاح مشترك، وما حدا بيعرف، ما حدا هو الوحيد اللي بيعرف، ما هي التعاطي مع الناس هي حسب الظروف وامرار القرار بيتاخد حسب الظروف. يعني اليوم بتقولي لي شو احسن شيء ينعمل بهذا الوقت، حسب الظرف، حسب الشخص، حسب مين حواليه، حسب البادجت، حسب كل هيدي الاشياء بتندرس وبوقتها بينعمل. العبره بمين عنده هالنيانس وهي الخبره اللي ما بتتعلم بكتاب، هاي بتجي من خلال تجربة حقيقية واقعية وحسب الناس. وتعقيبا على الموضوع، في ناس كتير بتتخرج ماستر ودكتوراه بتنزل على الأرض ما بتقدم نجاح، في ناس ما بيكون عندها أبدا شهادات وبتنجح بالعمل. صحيح. وأنا محظوظة أنه أنا يعني أنا بنت طريق جديدة، يعني جيت من الأرض، تعرفي الناس قديش بسيطين وطيبين وقراب من بعض وبيعرفوا بعض، بعدين تتعلمي الأشياء اللي التقنية بالمهنة، بس بتضل إحساسك بالناس هو أهم شيء بأي نجاح له علاقة بالشأن العام. مدام هدى، أنت حدا عندك روح الإنسانية، هلا ما خص انسان انه قريب للناس او من طريق جديده او من اي منطقه، في ناس كثير حتى سياسيه دخلوا يمكن من عائله عاديه، بس اول ما يوصلوا لمركز او بيتغيروا بينسوا الناس وبينسوا اللي حواليهم، بينسوا الشقه الانسانيه. انت لانه عندك اياها وبداخلك بتحسي مع الناس، يعني حتى انت بكل المجالات، وهذا اللي شفناه انا مضى 8 سنين او 7 سنين ونص عن فؤاد مخزومي، يمكن ايماننا فيك، ايماننا اكيد باستاذ فؤاد، ما هلا نحن كمان تركنا مش بخلاف، كل واحد بده يشق طريقه بمجال معين، بس حضرتك كان عندك طاقه تعطينا اياها مختلفه عن كثير ناس. انا مش عم جامل، هيدي تجربه، وانا بضلني بقول هيدي طاقه العمل الجماعي، ما انا طاقه شخص، ما انا طاقه لحالي، وهيدي فعلا ومني انا هلا عم معي نكهه خاصه. لك العمل الحقيقي، الكل كان عم يشتغل، الكل بيشتغل بمحبه، الكل كان عم يشتغل بشغف وبجنيون، يعني بصدق انه حابين عن جد انه نعمل هالتغيير، حابين عن جد انه نعمل هيدا، انه زهقنا، تعبنا، وعينا، ما بقى بدنا نمشي ورا فلان وعلان، ما بقى بدنا نمشي باللي جدودنا عم يمشوا فيه. صحيح مثل اي بلد، وهيدا سبب فتحك لمكتب بجي الميزه. هلا ريحه بيروت فيها تعلق ببيروت، حسيتي هلا ريحه اقوى بعد هذا الانفجار، ريحه على الاخر شوي قد ايه حسيتي بالانفجار؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وين كنت موجوده؟ ان شاء الله ما تكوني كنت بالمكتب، وشو حاسين هلا حواليكم لانه انتم بالجميزه عايشين الحاله؟
عايشينا بعدنا مع هلا بعدني عم بسأل انه نحن بعدنا ما كأنه امبارح الانفجار بصراحة يعني مع كل التغيير، بس لانه شفت يعني احنا هون دغري تاني يوم بعد الانفجار انفتح كغرفة عمليات بيوزع متطوعين بيوزع اشياء ممكن تفيد الناس والناس بحاجة لها، يعني بتبلشي بالأول بشو بعرفنا استمارات بس لتطمني على العالم، كنسنا لهم نظفنا لهم علقنا لهم نايلون طبعا بمساعدة كتير من المتطوعين ومن الجمعيات. هلأ ما لح عد لأنه بدي غلط بدي أنسى حدا حتى ما أنسى حدا. ما قدراني نطلع من شفت برا حتى الورشة نحن هون في مين عم يدهلنا ويطرشلنا لأنه وقع سقف عنا وتعور، كان في بالمكتب شيرلي موجودة بالمكتب والله سلمها وهذا كتر خير الله، يعني الواحد بيرجع بيقول شو ما صار عليه أو على المنطقة أو اللي حواليه كتر خير الله، يعني عيلتنا حوالينا في عالم خسرت كتير. اليوم الواحد ما قدران يكون حتى زعلان، ما قدران يكون زعلان على ولا شيء لأنه في ناس زعلانة على حبابها بشكل لا يعوض لا يعوض. بعد ما انشالت يعني الواحد بيقول قدي الدنيا قاسي، يعني الناس مثلا أنه عن جد بعد لهلأ على الأنقاض صلنا شهر وبعدهم تحت الأنقاض، يعني شو الوصف ما يعني ما بنقدر نحكي شو ونحن شوفي كمان نحن يعني مخضرمين ومر علينا حرب يعني من الاجتياح الإسرائيلي وغيرها، بس بعتقد الشيء هلا اللي كل يوم يتكشف شيء جديد، كل يوم مصيبة جديدة، كل يوم بتكتشفي إنه معقولة هذه البناية، لأنه كل يعني كل يوم بيلفتلك نظرك الشيء الأقوى طالما شفتي تاني يوم بيكون الأقل تالت بعدنا لليوم أنا بجي كل يوم وبلاقي إنه إف هيدا كيف صار هيك، هذا محله كيف صار هيك، هذا وين راح هيدا الزلمة، في ناس كانت جرحة ورجعت إيه توفت. نحن صرنا شهر عم نشيع صح. يعني كل يوم عم بيكون في موتى وهذا بعد ما تعرفتي على الجرحة كلهم وبعد ما يعني وبتطلعي بتلاقي لك بمحلات بتطلعي بتلاقي امرار بحس انه ولا ممكن يتصلح شيء، انه بده 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 اكثر من سنه ونص لا يتصلح اشياء. بترجعي من ناحيه تانية بتشوفي انه في جمعيات عم تركض ركض وعم تيجي تقلك انه بدنا اليوم نخلص هدول 10 بيوت 5 بيوت يلا اعطونا بسرعه، بينخلق الشغل خلقه وبينخلق الحدث مش طبيعي انه الناس يعني كل بلد تدمر تقعد فترة الا لبنان وبيروت بالاخص، يعني دمارة بيروت ما بتحب تضل مدمرة بترجع دايما ما حتكون مدمرة يعني هلا هون هون حتى الريستورانتس بلشوا نص حتى نحن هون نصنا عم يشتغل ونصنا عم بينظف ويصلح، كنا عاملين هديك المرة زوم ميتينج كان في حدا عم يدهن ونحن عم نعمل زوم ميتينج، لا نحن انزعجنا منه ولا هو انزعج منا، يعني صارت الأمور بالعكس صارت يمكن على إنسانيتها أكتر، صار فينا نوعها أكتر، يعني هي أساسا هاي السنة بعتقد سنة وعي جماعي صح. ونحن يعني حتى أنا نحن بوينجز احد اهم الاهداف هو هذا يعني رفع وعي الناس، بس بعتقد انه 2020 عم تفرض على الكره الارضيه كلها وعي كبير. هي سموها بدءا بالكورونا صحيح بدءا بالكورونا على مستوى العالم كله صح، يعني الكورونا واللي عم بصير في بشاعه بس في كمان في شيء عم يطلع، يعني يا خلص يا انسان طلع الانسانيه تبعيتك أو انسى بقى هيدا أو يعني نزال لأسفل السافلين لأنه أنت فعلا ما عم تتعظ، يعني إرادة الله صح أكثر من كل شيء بكل شيء، يعني عم بصير لازم الواحد يكون عم يتعظ إن إحنا بلبنان هلأ نحنا حظنا يعني نصيبنا أكبر. بعتقد تعرفي إنه لبنان عم يتدرس، يعني في بعض الجامعات الانترناشنال حتدرس لبنان كحالة خاصة لأنه هو حالة خاصة، يعني منه مثل أي لا اقتصاديا لا انهيارا اقتصادي مثل أي بلد ولا اللي عم بيصير معنا بالصحة وبالإدوكيشن وبالكوربشن وبهالوضع، يعني نحن بنضلنا بنقول إنه نحن الحمد لله كتر خير الله يمكن محظوظين صح ما فينا غير ما نفتخر، وقد ما
قد ما نقينا. وهون انا بحب يعني اقول انه حاجبه ان نعيط للنيزك وحاجبه ان ضلنا نقول انه ما بقى فينا نتحمل، لانه كل ما بنقول ما بقى فينا نتحمل بيجي شيء تاني وبنكتشف انه فينا نتحمل. بدنا نقول على طول كتر خير الله، كتر خير الله على كل شيء، كتر خير الله انه خلقنا بهالبلد، كتر خير الله انه نحن بنحب بعضنا بعدنا. وان شاء الله بيوصل نوصل لمرحله يعني الكل عارف قيمه لبنان الا نحن، فلازم نحن نبلش نشوف اهميته. وان شاء الله هيك بنقدر من خلال بيروتوبيا ومن خلال الاشياء ومن خلال هالجمعيات اللي كلها عم تشتغل والناس اللي بعدها عم تناضل وعم بتضل تلاقي الشيء الاخضر يعني من هالدمار انه نشتغل مع بعض. بكثرة الموت الا ما في حياة، مستحيل مستحيل. صح صح. حتى ما نضل مش بالناحية العملية نزهق الناس، بدنا نحكي عن ناحية بس العقلية. بانشغالاتك كبيرة عندك وقت لعائلتك؟ انا بعرف انه انت عندك وقت كتير للعمل للشغل، وعندك مجال صغير لتلتقي معهم وتجتمعهم، تقعدوا على نفس الطاولة تتغدوا مثل حياة، ولا انت حدا مختلف عن كل الناس؟ لا، الام ام شو ما صارت والعائلة عائلة كيف ما كانت الظروف، عندي وقت بالكواليتي تايم. يعني في وقت اللي هو انا لما اقعد مع اولادي بيكون فولي مع اولادي، يعني ما بدها مقدمات او ما بدها هلقدي مع بعض، فهمانين على بعض من لما خلقوا هن بيعرفوا، وانا قدراني انه اعمل هذا البالانس. هلا طبعا ما فيني اقول اني ماني مقصره ابدا، بس مش بي لانه اولادي اولويه، يمكن مقصره بامور اخرى بس مش بالعائله وبالولاد. مثل ما بحب مقصر بشغلي اكيد كمان ما بقصر بعائلتي، والله الحمد لله كمان يعني رزقني انه اولادي متفاهمين شاطرين بيعتمدوا على حالهم بيساعدوني، يعني هن بيساعدوني والظروف عم تفرض حالها انه هن كمان يكونوا اندبندنت ومستقلين وواثقين من حالهم وبيعرفوا يدبروا امورهم. وبالعكس يعني هن مبسوطين انه لا امهم عم تشتغل عم تعطي عمت هيدا. الكتر خير الله. هلا يمكن هن عنده غير راي اذا سالتيهم، يعني ما حاحكي عنهم، بس بعتقد انه وير دوينج فاين وير دوينج فاين. صح، هي الشركه ذا بالس هي اكشلي بنتي اللي عامله البزنس اناليتكس، وهي اللي حتساعدنا هي وحدا من اساتذتها. هي خرجت بالامبيريال، عملت ماسترز بالامبيريال بلندن بالديتا اناليسز، وهي حتشتغل يعني هي بروجياتها عن شيء بيشبه بالس. فاكيد هن بدهم يساعدوني، وحتى ابني عم يدرس هلا بسيكولوجي اللي هي وينجز. So وما عملناها لانه هن هيك الامور بتركب، يعني الله بزبطها للخبريات. ما هيدا بارت من كان صح، وهيدا اكيد احد اسباب ذا وينجز انه الهارموني، يعني الالايمنت بين جسدك وقلبك وعقلك وروحك. كل الناس عندها هالأربعة بيلرز اللي هي لازم تكون كلها عطيتها حقها وعطيتها وقتها، وهون بيكون النجاح الحقيقي بقلب بهذا التوازن اللي أمرار بيطبش بمحلات. إذا بدك تخسري من صح نجاح صحيح. بتخسري من حال أو بتخسري أنت حالك. ايه. بالنسبة الشأن أنه مدام هدى الناس بتشوفك كتير أنه شغل وهيك، أنت حدا بيطبخ بالبيت أو هيك حدا؟ ايه لا الناس؟ لا لا، هون بقى ما في بالانس بالمرة. هيدي بقى في لا لا انا لا، وكله معودين انه عايشين. لا ما بطبخ، ما بعرف اطبخ ولا بطبخ. ولا بتفكري يوم ما بعرف يعني صدقي انه ما بعرف. ما عندك وقت حتى لو جرب، بس انا حتى لو جربت يعني فيني خب يعني كتير شاطرة بكتير كتير امور، بس بالطبخ اساسا ما بتطلع الطبخة منيحة، وبعدين بلخبط الدنيا كله وبنزل المطبخ كله
وعيارات ما بعرف كيف هي، وقد ما علمتيني وقد ما خبرتيني ما بعرف. كانت ماما الله يرحمها هي تطبخ لنا، هلا عندي حدا بيطبخ، يعني بنضلنا نطبخ اكل صحي، بنضلنا نجرب نطبخ اكل صحي، بس ايه امور البيت كلها انا مقصره فيها 100%. يعني هون الله يعين جوزي، بس انه مقصره ايه ايه لا ايه عم اقول لك ما في بالانس، بس مش على مش يعني ما بعتقد انه على حساب الاولاد، بس على بس موضوع الاولاد ايه. متعوده يعني الناس حدا يطبخ لك، يعني ما انه شيء اساسي بالحياه انه ايه، بس ما انه غلط كمان انه يكون الواحد عامل توازن احسن شوي مني. بس لا بس انت بالنسبه لمجال شغلك كان ما بتقدري عندك فول تايم، يعني ما حنرجع لقبل، بس ايه بس ما هو على نفس الشيء بعدنا ايه بعد، يعني هي بلت ان انت شغلك دائما غير، يعني الناس دوام الشغل 9 ساعات، اما ده هو انت يمكن 24 ساعه في ايام كنت ما تنامي انه هيك، يعني فما فيك الانسان ما في يكمل كل شيء يعني. ايه عشان هيك بلشت اتعب، منه كتير اساسي، منه كتير اساسي. طيب شو فيك تقولي لنا بالمكتب؟ ان شاء الله من نجاح لنجاح اكثر. ثانك يو. واكيد حيكون في لك نجاح كثير وعلامه فارقه بعالم باللي عم تشتغلي. ثانك يو. لانه مثل ما تعودنا عليكي. ميرسي. وبدي اقول لك شكرا لاستقبالك لنا، وشوفك تخبرينا اخر شيء. ما شكرا لكم وبهذا الظرف كمان، و وشكرا انه انت حتى عم تشجعيني على انه، لانه في كثير في كثير لا تقلك بكل صراحه، في كثير يعني فيها الشركتين وكل شيء، بس الظروف تبع البلد يعني بين كورونا بين هون بتجي لتقلعي بيطلع لك انفجار، بتجي لتقلعي بيطلع لك شيء، ايه بس انت بتعرفي انه ما في شيء بدفشنا يعني، وبتعرفي انه لا لازم نعمل. بس مثلا هلا كانت بيروتوبيا اخذ الأولوية ونسيت انه انا كنا نحن يعني حاطة انا انه نقلع بأول سبتمبر كل الشركات بالعموم، ونسيت الموضوع بعد الانفجار. هلا من وراء هاي الانترفيو انا رجعت حمست، لا هيدا وهذا مش هذا شيء مزبوط، مش واكيد نحن حيكون لنا لقاء تاني بعد ما تقلع الشركات ونشوف شو الشغل وشو النجاحات، حنتابعك على طول. وميرسي لك، ثانك يو سو ماتش، وموفقه بلينا نيوز اكيد موفقه، وانت شخص عنده مثابره وعنده متابعه، وانت لا بلا كمان على لا لا وانت صادقه بشغلك وبتحبي شغلك، وهذا اهم شيء، لانه الصدق هو بعتقد اهم شيء. ايه اهم شيء الصدق، والناس بتشوف يعني بيشلي انه اذا ما كنتي صادقه وعم تكذبي علي، وما فيك تكذبي على الناس كل الوقت، فيكي بعض الوقت بس مش كل الوقت، هيدي المشكله بالحياه. عشان يعني عشان هيك شركتي بالشان العام اسمها ذا بالس، يعني نبض الناس ونبض الشارع، اللي ما حدا في يتحدى انه يعمل اي شيء والنبض الشارع منه معه. مزبوط.